أنا بدورة صالح، مرشدة سياحية متخصصة في الكهوف. سبق وزرت الأحساء، لكن هالزيارة كانت مرة مختلفة لأني تعرفت على جزء جديد في الأحساء، واللي هي المغارات الغير مسموح لها بالزيارة أو غير معروفة أصلاً، وهي تقريباً ما يعادل 6 مغارات. صراحة كانت جميلة التجربة، طلعت فيها على تاريخ وقصة أهل المنطقة وكيف كانوا يستخدمون هذه المغارات. المغارات مختلفة بطرق الوصول لها، بطريقة العيش والثقافة اللي كانت موجودة في أهل المنطقة. صراحة أنصح أي أحد حاب يكتشف تجربة جديدة يجي للأحساء، ونحن فعلا نعتز بالأحساء ونعتبرها واجهة سياحية تحتاج الدعم والانتشار والتسويق لها سواء داخليا أو خارجيا. طبعا ما أحكيكم عن أهل الأحساء شيء ثاني في التعامل والطيبة والبساطة، يعطيك انطباع بالحميمية، ما تحس نفسك غريب في المنطقة، بالعكس حتى وانت ماشي في الشارع وانت تتكلم مع أي شخص ناس ودودين قريبين منك، ما يبخلون عليك بأي معلومة حاب توصل لها أو حاب تعرفها. بالعكس أنا صراحة فخورة بهالمنطقة، وأنا بنفسي إن شاء الله راح يكون لي زيارات كثيرة وراح أجيب أشخاص ومغامرين لها بإذن الله تعالى.